كان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن هذا المهرجان وفعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير. انطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للقاية المحليات الجعادين، اللقاية أيضا شوط مفتوح، أشواط الإنتاج تخلصنا منها مع الرموز، وكان الشوط الأول من نصيب الشاهينية للسيد مهير بن علي بالكليب الجتبي الذي حظت على الكاس، وشوط المحليات كان من نصيب ميالة للسيد مياحة للسيد عبيد بالحلوس بن نيبان العامري، وشوط أيضا البندقية كان مع مياس للسيد أحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، وها هي انطلاقة أول شوط السيارات. ومن تابع الآن مقدمة هذا الشوط، مياس في المركز الأول في هذه اللحظات للسيد سلطان بن راشد بن محمد الاجتبي على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني شاهين للسيد سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، وفي المركز الثالث صوغان للسيد السيل بن محمد بالحطم العامري، وفي المركز الرابع شاهين للسيد علي بن حمد بن سعيد بن حمد المري، وفي المركز الخامس شاهين للسيد سعيد بن حمد بن سعيد المنصوري، وفي المركز السادس ناخذ اللي في المركز السادس في هذه اللحظات الفيل للسيد علي بن مانع بن رحمه الشامسي، وفي المركز نشوف ننتقل الى المركز الثامن السابع وفي المركز السابع خوار الشباب للسيد عبد الله بن شامس بن معتوق العامري، وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن نشوف شاهين للسيد احمد بن سعيد بالمر السبوسي، وفي المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات مياس للسيد عبد الله بن احمد بن علي بن سلطان السبوسي عبد الله بن الشيبة السبوسي، وفي المركز العاشر هملول للسيد سالم بن محمد بضبيعة الاجتبي. هذه النتيجة ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط والصراع على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، أرى التغيير على مقدمة هذا الشوط من قبل شاهين، بدأ يتسلل ويغير ويندفع إلى مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، وفي المركز الثاني شاهين للسيد سعيد بن حمد بن سعيد المنصوري، وفي المركز الثالث شاهين للسيد سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، وفي المركز الرابع صوغان للسيد سهيل بن محمد بالحطم العامري، وفي المركز الخامس خوار الشباب متواجد في المركز الخامس للسيد عبد الله بن شامس بن معتوق العامري، وفي المركز السادس شاهين للسيد احمد بن سعيد بالمر السبوسي، وفي المركز نشوف المركز الثامن في هذه اللحظات الفيل للسيد مانع بن رحمه الشامسي، وفي المركز التاسع من الجانب الثاني أرى الآن شعار بالضبيعة يتدخل مع هملول للسيد سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي، وفي المركز التاسع المركز العاشر الأسد للسيد راشد بن محمد بن مهير المنصوري. هذه النتيجة ونرجع إلى المقدمة إلى شعار بن مشيط. يا سلام على مقدمة هذا الشوط، ها هو شاهين لازال يتصدر قائمة هذا الشوط، شاهين للسيد علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني شاهين للسيد سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، وفي 1200 بدينا نتجاوزهن بقيادة شاهين. يا سلام، شاهين للسيد علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري، وفي المركز الثاني شاهين للسيد سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، وشوفوا القدوم قوي أيضا على المركز الثالث في هذه اللحظات، شاهين للسيد سعيد بن محمد
بن خيلة العامري وصل وانتقل إلى المركز الثالث. وفي المركز الرابع صغان للسيد سهيل بن حمد بالحطم العامري. وفي المركز الخامس شاهين للسيد مسلم بن سهيل بن هيا العامري. يا سلام يا سلام على التغيير على المقدمة من صغان ويحمل رقم واحد ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط ويأخذ رقم واحد كما على رقبته رقم واحد يغير إلى مقدمة هذا الشوط والعصا لا زالت في البطان. يا سلام بدأ الآن يتحرك شبه وامر طفيفة بالعالي يتحرك على ظهر صغان بدأ ينطلق بدأ يندفع بدأ يزيد من سرعته. يا سلام بدأ يحلق على أجواء ميدان المرموم وها هو صغان يندفع إلى الفوز إلى السيارة إلى السلامات. يا سلام ورصيد السيارة يضيف السيارة الثانية في هذا الموسم. ها هو صغان ينفرد بمقدمة هذا الشوط للسيد سهيل بن محمد بالحطم العامري. سلام سلام عليكم يا أهل مدينة العين واسعد الله صباحكم يا أهل الساد على هذا الفوز الذي حصل تحت أقدام صغان. تهانينا للسيد سهيل بن محمد بالحطم العامري على فوز صغان بالمركز الأول. وفي المركز الثاني شاهين للسيد مسلم بن سهيل بن هي العامري. المركز الثالث شاهين للسيد علي بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. المركز الرابع شاهين للسيد سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. وفي المركز الخامس شاهين للسيد مطر بن علي بن رشيد الاجتبي. هذه النتيجة ونتابع ساعة وصول صغان إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الخمسة كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل استحقاق. قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في زمن وقدر. نشوف التوقيت ساعة وصوله إلى خط النهاية 7 دقائق. نشوف التوقيت. هو صغان ساعة وصوله إلى خط النهاية 7 دقائق 42 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سهيل بن محمد بالحطم العامري والذي وصل في المركز الثاني. شاهين الذي وصل في المركز الثاني 7 دقائق 44 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سهيل مسلم بن سهيل بن هيا العامري على فوز شاهين بالمركز الثاني والذي وصل في المركز الثالث. أرى شاهين في المركز الثالث 7 دقائق 46 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. تهانينا للجميع الذي فازوا في المراكز العشر الأوائل. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام التواصل يستمر.